طيب هذه وين نقطة الخلل؟ نقطة الخلل ما عندنا نظام، لو نقطة الخلل بعدم تطبيق النظام، لو باستهتار السائق، لو شنو الموضوع؟ طبعا هي جميع هذه النقاط اللي تفضلتي بها، بس هو إذا أكو وإن شاء الله مثل ما حكى ممثل المرور، هسه شفت آني ده يسوون مديريات، يسموها مديريات الطرق السريعة مع المرور. فهذه المديريات إذا سوت سيطرات فجائية يقدرون يشيكون، عندهم جهاز مع التنفس يشوفون السائق إذا مخمور أو إذا شارب فتشي، فتصير غرامات وعقوبات وحجز، فتقل هذه الظاهرة.